مرحبا تفضل بحذانا زهوة. شيف أيوب شيف تحية شو عندكم؟ مرحبا. دونك اعطيك الصحة ضيفتنا العزيزة، قدمت لنا موسيقى راقية برشا. فتحية زادة أنا قاعد نشوف في الحلو وحذر ديجا اللي في الكوشة هذاك على حسابي ها نقول لك من تو. لا فاطمة مش فالي حتى حد، لا لا وصيت أنا وصيت. دونك عايشك. أنا زادة الملح حذر، حضرت التالياتيلي كما قلت لكم، حبيت نحطها في الكوشة آخر وقت باش نختم مع ضيفتنا بالموسيقى اكيد مع اختنا فاطمه. ومن بعد تو كي ترجع فاطمه هوني نوريكم شنو حضرنا لي بلان تاعينا كيفاش قدمناهم بطريقه تشهي العين قبل الفم. باهي يعطيك الصحه ايوب، ميرسي بوكو شيف تحيه. نرجو مع زهوه السعيدي ساكسوفونيست. علاش لزك يا بنيتي شلزك على الساكسوفون؟ علاش نفس قلت نحطو في حاجه نستغلو. انا مغرومه بالساكسوفون اللي انا صغيره. باهي كيفاش تغني معنا ريتو في في انا مغرومه بارتيست كينيجي معروف ياسر، انا مغرومه به. حبيت في الاول الحقيقه حبيت نعمل ساكسوفون سوبرانو. سوبرانو خاطر هو هذه الانسترومون يعزف بها هو. دونك انا في الانستيتو قريت ساكسوفون التو. فوالا تعلمت في العائله. سامحني فاطمه، علاش ما عملتش سوبرانو؟ فايسكو تكنيكمون المراه ما تنجمش تعمل سي بلو فور؟ نو تنجم، ما فماش حاجه صعيبه. مي في الانستيتو كل واحد يعطو سبيسياليتي نتاعو. معناها انا اختاروا لي ساكسوفون التو. داكا بون، انا كنت مغرومه بيه وزاد كي دخلت للانستيتو ما اختارتش ساكسوفون. المساله الكل بالديستان. دونك هما اللي اختاروا لي. انا وقتها ما زلت في بالي باش نحاول نقرا دروا، ما نقراش. كل واحد يقرا دروا يجي ما يقرا دروا ولا باش يقرا ولا ما. زهوة نحبوا نعرفوا، معناتها ما عندكش حد في العائله يعمل ساكسوفون، يعمل ما نعرفش انسترومون اخرى؟ لا نو، انت الموزيسيان الوحيده؟ عندي رجل اختي يعزف اورجانيست هو. ماما عندها صوت مزيان. فهمتك. باهي شاركتش في مهرجانات، في حفلات خاصه حاجه؟ حفلات خاصه وي شاركت. مهرجانات الحقيقه ما زلت، خاطر ما زلت انا عندي 3 سنين نقرا، بعد خرجت نعمل في ماستر، ما زلت هذه اول بداياتي. دونك ما المعهد العالي في المعهد العالي للموسيقى انا تخرجت ونعمل دوزيام ماستر ان شاء الله. فهمت. في الساكسوفون انا تشوفش اللي هي اكثر ديستيني للرجال اكثر من النساء؟ صحيح برشا يقولوا لي اللي هي يعني ياسر تميل للرجال وكل، مي نو راهو كي تشوفها تقول انت هذه صعيبه الانسترومون باش تعزفها. من بعد بروحك باللي تكنيك كيف تتعلمها فوالا. انا في الاول كنت لاقيه هكا صعوبه من الاول نبكي كل مي بروفي نقدم له تحيه مسيو مكرم قال لي بالحق سانسني بها بشويه وبعد لقيتها سهله. معناها جوستومون فاطمه حبيت نحكي على الفورماسيون، سامحني خاطر انا نعرف اللي الساكسوفون في تونس ما عندناش برشا اساتذه يقريوها كانسترومون، ولا فورماسيون معناتها العبيد اللي برا تحب تمشي للكونسيرفاتوار. مثلا عندي صغير يحب يتعلم ساكسوفون عمره 16 سنه ما يلقاش في تونس لي كونسيرفاتوار. اسكو الحاجه هذيا في الانستيتو معناتها الفورماسيون نتاعكم في الساكسوفون تراها انت اون بون فورماسيون انت ولا ناقصه شويه؟ وانت كوم فيتور موزيسيان ترا مام شي تولي اون فورماتريس دون دي سونتر بريفي حاجه؟ فوالا هذا ديجا امنيتي انا هكا. مي فما بروفيت معناها يعلموا ساكسفون بيان، فما مسيو فاخر حكيمه، فما مسيو مكرم قلاوي في الانستيتيو. فوالا في الانستيتيو هذوما دي زارتيست معناها يعلموا بيان ساكسفون. ديجا انا ما كنتش نعزف دي فوالا. دونك فما عملتش مقاطع خاصة بيك زهوة؟ عزفتش حاجات نتاع زهوة؟ دي كومبوزيسيون ساعات وحدي هكاكا وحدي كي نبدا شيخة مع ساكسوفون نحاول نعمل حاجة وحدي. مي بون ما سجلتش حاجة وحدي ما زلت. ما عندكش يوتيوب معناها ولا حاجة؟ نو نو ما زلت. باهي نمشيو مع دره بعد نرجعوا نحكيو مع زهوة. اوكي. السلامة ومرحبا بكم في نشرة الخنار. كما حكيت لكم البارحة على عمرو ذياب كيفاش تغشش من الجارد كور نتاعو وضربوا على المسرح على خاطره خلط على الفان اللي طلع يحب يتصور مع الهضبة وفكوا بالقوة. عمرو ذياب ما عجبتوش الفازة وخلط يشلبق في الجارد كور نتاعو اللي اسمه حمادة السنوسي. برشا ناس اتهموا عمرو ذياب انه عنيف ويسيء معاملة الستاف نتاعو.
اللي دافع على عمرو ذياب هو بيدو اللي كلاش البوق حمد السنوسي. حمد اكتب على انستغرام انه العلاقه بينه وبين عمرو ذياب باهيه برشا ومش جرد شلبوق باش يفسدها ما بيناتهم، وزيدهم اصحاب ومستنسين بالفريع وتفدليك باليدين. الخبر الثاني على محمد فؤاد اللي غنى في حفله خاصه كبيره قدمتها الاعلاميه انجي علي، وحضروا فيها برشا معروفين كيما رزان المغربي وروجينا ورجلها اشرف زكي والمغني محمد نور والمغني والمطرب الكبير محمد ثروت. في الحفله زادت حضرت الرقاصه المثيره للجدل مش الحاجه اخرى سما المصري. محمد فؤاد شاف سما تحزمت وباش تبدا تشطح، شمها قارصه قص على الغناء وقال لها في الميكرو: يا سماء ريض وأهفت، خلي السهرية تتعدى على خير. يا أخي سماء ما كانتش بالعكسين، طلعت على الطاولة وكملت تشطح. ومن اللي كانت سهرية محترمة ورجال فيها مقزمتين قاعدين بحضر نساهم وعاقلين، تقلبت الدنيا ولا جو كباري. محمد رمضان الممثل المصري اللي عملناه والخرج غنية نمبر وان يتمخصص فيها على الممثلين الاخرين، وكيفاش هو الاولاني وهو اكثر فنان يتقاضى اجره، هو اكثر واحد مطلوب في مصر. محمد رمضان خرج فيلم جديد في العيد الكبير اسمه الديزل، ومن اول عرض محمد رمضان يهبط كل يوم على الباج نتاعو ايرادات الفيلم وكيفاش هو متصدر المرتبه الاولى. من الجهه الاخرى صنع فيلم البدله نتاع تامر حسني، حتى هما يقولوا انه الفيلم نتاعهم هو الاول في الايرادات، ووصلت العركة بيناتهم انه وليد منصور منتج فيلم البدلة واحمد السبكي منتج فيلم الديزل، وليوا يسبوا في بعضهم بكلام خايب برشا. هكاك قاعدة القيمة قائمة بيناتهم لين خرج سي فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما المصرية واعلن رسميا انه الفيلم اللي في المرتبة الاولى هو فيلم البدلة متاع تامر حسني، وفي المرتبة الثانية فيلم تراب الماس، وفي المرتبة الثالثة فيلم الديزل متاع محمد رمضان. اللهم لا شماتة، مبروك عليك يا نمبر 1 النمبر 3. اخر خبر نختموا به نشط الخنار نقولوا فيه ان شاء الله مبروك وبالهنا وبالفرحه البندرمان اللي عرس اول الجمعه في المرسى كتب صديق، وان شاء الله ان شاء الله الف مبروك وان شاء الله بالذريه الصالحه يا بندرمان. وين انشراح نتاعنا؟ انشراح صحيح تكاها ونشط الخنار وفات هدمة هدمة. ميرسي بوكو دورا. نرجو مع زهوة السعيدية ساكسوفونيست، مرحبا بك مرة أخرى يا للا. نحب نعرفوا زهوة عندك شي حاجات حاضر فيهم جديدة؟ عندك شي مشاركات تونسية ولا عربية ولا عالمية على شلي؟ ولا قاعدة نحاول نحضر جروب خاص بي أنا تاع موسيقى و بروجي. شنو يكون فيه معناها؟ اسكو ساكسوفون ومعاه شنو؟ ساكسوفون باتري و فوالا فما فيولون. فوالا معناتها عندك الاسامي شكون باش يشاركوا معاك؟ شكون معاك في المجموعه هذه ولا؟ خليهم هكا سوربريز. ميرسي بوكو زهوة سعيدي، ونرجعوا مع للحبيبه ولا جوندا كولتورال. حبيبه يا حبيبه. لا خاطر ما نحبهاش. صباح الخير صباح الفل، مرحبا بكم للناس الكل في اجندا الماتينال. اجندا تلقى فيه لي بون سورتي اي لي بيلز ادريس. الوغ نبداو اليوم نهار الخميس 6 سبتمبر ليفينمون اللي حكيت لكم عليه نهار الاثنين، وقلت لكم الانترفيرونس يبدا نهار الخميس. دونك الانترفيرونس شنو هو؟ هو مهرجان الضوء فيستيفال دو لوميير اللي يبدا من نهار 6 ل 9 سبتمبر. الفيستيفال هذا تلقى فيه اكثر من 40، دونك اكثر من 40 مكان باش تصير فيه لي انستالاسيون تاع لي زارتيست باش يجيو من العالم الكل. سي ان فيستيفال غراتوي بلاش فلوس، نجمو تمشيو للمدينه العربي من 6 ل 9 سبتمبر نهار 6 يعني اليوم في العشيه 18 تمشيو للمدينه العربي وتبداو تنقلوا في ارجاء المدينه وين تنجمو تلقاو لي انستالاسيون لومينوز. ثاني فيستيفال حكيت لكم عليه نهار الاثنين هو فيستيفال شفتوهن، قلت لكم كيف كيف يبدا من نهار 6 ل 9 سبتمبر. دونك اليوم افتتاح مهرجان شفتوهن، المهرجان هذايا اللي تلقاو فيه المهرجان النسوي، تلقاو فيه تظاهرات، تلقاو فيه 150 ارتيست وارتيستا فنان وفنانه جايين كيف كيف من جميع انحاء العالم. دونك فما محاضرين، فما فنانين، باش تلقاو ورشات، تلقاو معارض تشكيليه، تلقاو ورشات نجموا تشاركوا فيها. دونك الفيستيفال من 6 ل 9 سبتمبر في قصر المسرح الوطني بالحلفاوين. اما ليفينمون الثالث هو لاحباء الفن السابع كيف كيف، دونك ديما مواصلين مع السينما، اسمه بروندر لو لارج، هو فيلم دو ساندرين، سي ان فيلم باردون دو
غايل دونك غايل مارال والبطله نتاعو هي سانترين بونير دونك ترجع بالفيلم هذايا اللي صدر عام 2017 يروي حكايه عامله بشركه نسيج في فرنسا. شركه نسيج هذايا تقرر انها تنتقل للمغرب وتطلب من العاملين نتاعها اللي يحبوا ينتقلوا مع المصنع للمغرب. دونك العاملات مش يوافقوا، الوحيده اللي باش توافق هي سانترين بونير باسم ايديت في الفيلم. باش نشوفوا في الفيلم دونك لي كونفرونتاسيون لي épreuves qu'elle va vivre في المغرب وكيف كيف. دونك هل باش تعمل كيف باش يكون في الفيلم فما مقارنه ما بين الزوز عوالم اللي كانت تعيش فيهم الشخصيه الرئيسيه ايديت وين باش تلقى صداقات. ما نحرقكمش الفيلم، تنجموا تفرجوا فيه. دونك 6 نتاع العشيه في لي اف تي المعهد الفرنسي بتونس في شارع باريس. ليفينمون اللي من بعد هو كيدز دوغ، مواصلين مع الافلام كيدز دوغ من 6 ل 9 كيف كيف، حفله الجمعه هذيا من 6 ل 9 دونك من نهار الخميس نهار لحد، فما برشا تظاهرات ثقافيه. دونك المهرجان هو مهرجان افلام للصغار كيف اسمه كيدز، دونك سي كيدز سي الاطفال دوك بور لي دوكيومونتير. دونك فما عروض افلام وكذلك ورشات للاطفال لصنع الافلام تلقاوها في نادي طاهر الحداد في المدينه العربي. يبدا مع نصف نهار اليوم، دونك تكملوا الماتينال وتمشيوا تجريوا لليفينمون هذايا. نختموا مع فيستيفال روحانيات اللي بدا البارح، دونك قلت لكم عليه بدا البارح ويتواصل كيف كيف نهار 9 سبتمبر. تلقاو الليله عرض بعنوان دونك عرض يحييه عفوا بادميني راي من الهند، وهو تكريم لنصرة علي خان في ضمن فعاليات مهرجان روحانيات ل 2018. كانت هذه اجندا الماتينال نهار الخميس، نتقابلوا غدوه في اجندا جديد. اي ميرسي. ميرسي بوكو حبيبة، ميرسي بوكو درة. احنا نرجعوا للكوجينة ونشوفوا واش حضروا لي دو شيف. الوغ نبداو بالشيف فتحية. بو انا عملت باتاشو اليوم، عملت اكليغ. عملت لي يا فاطمة الباتاشو. عملت الكليغ مزين بالشوكولا بالطبيعة محشي بالكريمة سماخ شيف فاني. خدمته بالفرينة وردة، فرينة معناها عادية مش سبيسيال جاتو، خاطر الباتاشو فيها خاصيه يلزمها فرينه تشرب مليح ومرتاحه، معناها هذاك علاش خذيت الفرينه العاديه مش سبيسيال جاتو. خدمت الشو اللي معبي بالشانتي سمارت شيف، خاطر الشانتي وريت لكم كيفاش تبدا بارد الحليب وبارد المعون باش نركض فيه تطلع فيسع فيسع. هذيك رشيت عليها جوست شويه سكر غلاس، عطيتكم المكونات نتاع الباتاشو. وكل مره نعملوا نوع جديد نتاع غوسيت، خاطر في الباتاشو راهو نجموا نخرجوا برشا انواع نتاع جاتو. تتفكروا الخبز في رمضان؟ تو باش يولي الباتاشو في الفطار. لا، فما انواع نتاع باتاشو، مثلا كي يقولوا شوكات والا جوجيغ. الجوجيغ هو الباتاشو المالح اللي يتاكل بالفرماج، معناها في وسط مش العجينه بيدها نزيدوها الفرماج. وفي الشوكات باتاشو ما نزيدوها حتى شيء الا نرشوا عليها سكر، نوع نتاع سكر احرش مكعبر، ويتيب مع بعضه وتتاكل كما هي. غسات اخرى فهمت، لكن باقي تقعد في الباتاشو. ميرسي بوكو جي فتحية. يعطيك الصحة دونك فتحية. لو باد دو باز هذوما أكيد باش تشوفوهم معنا السادة المشاهدين بإمضاء أعز شيف اللي هي شيف فتحية دونك عندنا في برنامج الماتينال. احنا زادة في المالح ما ننسوكمش، أنا اليوم حضرت بمليحة أطباق مليحة. أكيد حضرت الطبق الأول اللي هو كيف ما قلت اخترت أنا القطانية لأن وقتها توا قطانية فرشكة. تحية بربي لجماعة الكابون اللي يزرعوا برشا يقطعوا. أي تحية بيان سير. عجبتك عاد الكابون مالا. ها؟ دونك أكليد اللي في الجمهورية هذيك عرفتها. دونك هنا معاها هي اخترت أنا لي زير دي بولي اللي هما ماريني فوحين حاضر باش من عند مليحة، حطيتهم جوست في الكوشة معاهم شوية زيت زيتونة، ما بطاوش برشا في الكوشة وكانوا حاضر باش. هذوما يساعدونا لصغيراتنا كي يكونوا مزروبين باش يمشيوا يقراوا. الدجاج مفوح واموركم مريقلة معاهم. هما حضرنا بوردة شوية تلياتيلي بال احنا قلنا طماط موزاريلا، زدتها شوية حبق وعملت معاها صوص طماط فيها شوية ثوم ملح فلفل اكحل زيت زيتونة عادية. حطيتهم الكل في طبق نتاع الفرن ودخلتهم الكوشة. أكيد المقرونة بتاعي اللي هي التلياتيلي من عند وردة طايبة شطرطيب في الأول، ومن بعد كملت طابت شوية في الكوشه زينتها بالطريقه الحلوه وان شاء الله يا رب تعجبكم. جيل غول جيل غول نعم جيل غول سمعت ثم مقرونه شدوها شدوها شدوها. معاها هي حضرنا شحن الشو ايش لازم كله صحه وشاء. دونك معاها هما حضرنا
طبق زاد مميز. انا اخترت السبل، السبل كما قلت وحوت برشا ما يحبوش خاطر طعمه قويه، ثم برشا يحبوه على خاطر ما فيش شوك. انا هذاك علاش اخترت باش نعمل بيه كفتاح معاها بطاطا ومعدنوس وشين، بعد كعبرتها بالعظم نتاع مليحه، قليتهم على زيت نار متوسطه وحضرت لهم صوص طماط. انا في الاخر زدتها شويه مالح. انتم تنجموا تخليوها كفته وحدها تاكلوها، ولا تنجموا تعملوا صوص طماط بركه من غير مالح. وهنا الاختيارات متنوعه ليكم ان شاء الله يا ربي. الاطباق اليوم عجبتكم، اكثر تفاصيل تلقاها على الباج بتاعنا الماتينال على الفيسبوك، والا على باج قناه التسعه اكيد، والا على اليوتيوب. انا فاطمه هي الذواقه صاحب الشيء حبيبي عزيزتي محسنه، مش هيك كل شيء. نقول لك غدوه ان شاء الله نقدم لهم وصفات جديده اكيد في الحلو. ثم برشا مش بالبطاطا فاجئت الساده المشاهدين، لا غدوه مش بطاطا، لا غدوه نجم نعمل بطاطا شوف الملح. نجم نعمل بطاطا شوف الملح، قلت لك النجم سمعتك اللي قصت لك قصه خبيثه. نجم هي النجم على النجم. لا لا احنا ديما احنا نجم وناكلوا راه في كل شيء حار. باهي نحب نقول ميرسي بوكو اللي كانوا حاضرين معنا اليوم، ميرسي بوكو اللي بعثونا في المساجات على الباج نتاعنا الماتينال في الفيسبوك. نحب نشكر برشا اللي لبسوا فينا اللي هي ماغازان ايلو اللي تلقاوها في سكرة، وكيف كيف باك ستيج اللي هو سونتر ديستيتيك في العوينه. ميرسي بوكو على القيافه والتجميل هكا القيافه والتجميل اجل. دونك ميرسي بوكو ليكم نو سبونسور. ميرسي بيان سور الورده وسمارت شيف ومليحه صحيت. ميرسي بوكو للكرونيكور حبيبه رحالي عزيزتي شبك حق غاديكا. ميرسي للي اثوا معنا ليميسيون. نحب نقول لكم بسلامه منتقانا ان شاء الله غدوه، ما نخليكم مع زهوه سعيدي في مقطع اخر بالساكسفون.